مساء الخير سامي ومساء الخير لضيفك. نعم بالفعل اليوم منذ ساعات الصباح منذ الثامنة من هذا الصباح بدأت عمليات حزب الله، وذلك بعد ليل طويل ساده أيضا شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبية. لنبدأ من هذا اليوم وخصوصا بعد ظهر هذا اليوم، تم إحصاء أكثر من 15 بلدة جنوبية استهدفت بغارات إسرائيلية من الطيران الحربي ومن المسيرات الإسرائيلية في قطاعات الجنوب كافة من الشرقي إلى الغربي الأوسط. كانت كل هذه البلدات عرضة لهذه الغارات، إلى درجة أن المشهد كاد يشابه عندما شن حزب الله عملية الأربعين ردا على اغتيال فؤاد شكر، واستبقته إسرائيل أيضا بغارات شكلت نوعا من حزام ناري على البلدات الجنوبية. اليوم لم يكن هناك حزام ناري، ولكن كان هناك تكثيف لهذه الغارات الإسرائيلية على هذه البلدات الجنوبية. أيضا في ساعات قبل الظهر كانت هناك غارات خصوصا هنا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. في ساعات الليل أيضا سبع بلدات جنوبية تم شن غارات عليها، وذلك بعد المساء مساء أمس، وعندما كانت إسرائيل تنفذ عملية الخرق الأمني على أجهزة اللاسلكي، كانت أيضا بلدة كفركلة هنا في القطاع الشرقي تتعرض في الوقت نفسه لأربع غارات إسرائيلية عنيفة متتالية. إذن سلاح الغارات مستمر بالنسبة إلى إسرائيل، وفي المقابل حزب الله كثف عملياته اليوم حتى هذه الساعة 11 عملية نفذها حزب الله مستخدما صواريخ موجهة أسرابا من المسيرات الانقضاضية، وأيضا القذائف المدفعية على أهداف إسرائيلية في المراكز العسكرية الإسرائيلية، أيضا في على طول الخط الحدودي المنتشر قبالة البلدات الجنوبية في فلسطين المحتلة. الموقف هنا أن هذه العمليات التي شنها اليوم بهذه الكثافة حزب الله هي من أجل التأكيد أن قوة حزب الله العسكرية في هذه الجبهة لم تتأثر بالهجوم السبراني الإسرائيلي، وبأن سواعد المقاومين هي لا تزال قوية قادرة على أن تطلق الصواريخ وعلى أن تنفذ العمليات، خلافا لما تردد إثر حصول الخرق التكنولوجي الغير المسبوق الذي استهدف قادة حزب الله وعناصره. أيضا هنا الموقف بأن قوات الاحتلال عندما عمد طيرانها الحربي إلى التحليق على علو منخفض جدا خصوصا فوق الضاحية الجنوبية وفوق العاصمة بيروت، كان ذلك قبل دقائق من بدء الأمين العام كلمته، وفي الدقائق الأولى لهذه الكلمة ذلك بهدف الترهيب وبهدف فرض الوجود، وهذا الأمر تكرر، لذا لم يعد يعني يلقى الصدى الذي كان يلقاه عندما كان الطيران الحربي يحلق على هذا المستوى المنخفض. أيضا الموقف هنا وربطا بكلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن هذه العمليات المتتالية التي نفذها اليوم حزب الله، وهذه العمليات تميزت بأنها أوقعت إصابات في صفوف جيش الاحتلال اعترفت بها إسرائيل وأكدها الإعلام الإسرائيلي خلافا لمرات سابقة. هذه العمليات تأتي تأكيدا لما قاله الأمين العام، الميدان يؤكد بأنه لن تستطيع إسرائيل حتى ولو نفذت عمليات غير مسبوقة ضد حزب الله، لن تستطيع أن تعيد سكان المستوطنات الشمالية إلى منازلهم وإلى حياتهم الطبيعية طالما لم تتوقف هذه الجبهة وطالما لم يتوقف العدوان على غزة. هذا الأمر محسوم هنا بالنسبة إلى المراقبين الميدانيين على هذه الجبهة، وأيضا بالنسبة إلى هذا الحزام الأمني الذي يتحدث عنه قادة إسرائيليون. هنا يتم التأكيد هنا في هذه الجبهة بأنه لن يمكن القيام بهذا الحزام، وبأن المقاومة وبأن حزب الله سوف يستمر في عملياته، وأيضا عندما ينتهي العدوان على غزة أهل الجنوب سيعودون إلى بلداتهم الحدودية وسيستعيدون حياتهم في هذه البلدات، ولن يكون هناك حزام أمني جديد. تفضل.
كلوديا، بالمختصر أفهم منك أنه اليوم الوتيرة تغيرت قليلا عند الحدود، خصوصا أنه ما تحدثين عنه أنه تميزت هذه الهجمات لحزب الله بإيقاع إصابات بصفوف جيش الاحتلال وباعتراف جيش الاحتلال بوقوع هذه الإصابات، أيضا تزامنت مع تصريحات إسرائيلية رفيعة إن كانت من جالنت أو غيره أو غيره من القيادات العسكرية الإسرائيلية بأنه نحن ذهبنا لفتح الجبهة. هل يمكن أن نختصر الأمر وأرجوك باختصار أنه نشعر بأنه الجبهة بدأت تتغير الآن في هذه الساعات القليلة الماضية، نحن ذاهبون إلى شيء أوسع بقليل، هل لاحظتم ذلك في الجنوب؟ في الواقع لم نلاحظ بأن الجبهة تغيرت أو أنها تتجه إلى أن تكون هناك مواجهة كبيرة، نحن لم نلحظ ذلك، نحن لا نزال نتنقل في الأماكن التي نتنقل فيها عادة ولم يتغير شيء هنا في هذه الجبهة على هذا الصعيد. ما لاحظناه في الواقع سامي بالنسبة إلى العمليات التي قام بها حزب الله اليوم أنها كانت عمليات موجهة، عمليات أرادت أن تؤكد أن حزب الله قادر على أن يحدث إصابات وأن يوجع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مراكزه العسكرية وفي مراكزه المحدثة. وأيضا يمكن استنتاج أمر آخر في هذا المجال، أن الجيش الإسرائيلي الذي عادة يعتم على المعلومات اليوم كان ملاحظا أنه عندما نفذ حزب الله عمليتين عمدت القنوات الإسرائيلية بسرعة إلى التداول بأن هناك إصابات وقعت في صفوف الجيش الإسرائيلي وبأنه يتم نقل الإصابات عبر المروحيات. هل إن أيضا الجيش الإسرائيلي يريد أن يعكس صورة هنا بأنه كما هو يحدث إصابات في حزب الله، حزب الله أيضا يحدث إصابات في صفوفه؟ هل عدنا إلى نوع من هذا الفعل ورد الفعل على هذه الجبهة بعدما استوعب حزب الله صدمة الخرق الأمني؟ هذا سؤال مطروح، طبعا الميدان سيوضح كل شيء، ولكن صحيح. من المؤكد أن عمليات اليوم كانت أكثر تأثيرا بالنسبة إلى حزب الله، والغارات الإسرائيلية استمرت كما في السابق ولكن أيضا بكثافة ملحوظة اليوم.